قال الله تعالى في كتابه الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الزواج هو عبارة عن علاقة خاصة تربط بين اثنين، بين الرجل والمرأة، على أساس الدين وعلى أساس التفاهم والمحبة والمعاشرة بالمعروف. هذه العلقة الخاصة تتحقق بين الزوجين بسبب عقد النكاح، فعلى شبابنا وشاباتنا أن يفكروا بعمق وبطريقة صحيحة يرتضيها الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل بيته الطاهرين في مسألة الارتباط بين بعضهم البعض. لا بد أن يراعوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، ويراعوا ما جاءت به الشريعة المقدسة من رعاية حقوق بعضهم البعض وتأدية الواجب الذي على كل واحد منهما تجاه الآخر، وأن يطلبوا مرضات الله سبحانه وتعالى في ذلك لتسود بينهما السعادة والمحبة والمودة والهدوء والاستقرار والراحة النفسية، ويأنس كل واحد منهما بالآخر، وأن لا يجعلوا جل اهتماماتهم بالأمور الظاهرية، خصوصاً ونحن نمر بحالة عجيبة تحصل في هذه السنوات من وجود خلل في فهم هذا الرباط المقدس، مما يؤدي إلى كثرة الطلاق. الطلاق لو كان حالات فردية لهان الأمر، لكن مع شديد الأسف أصبح هذا الأمر يشكل ظاهرة، فلا بد لنا من أن ندق ناقوس الخطر وأن نقف هنيئة لننظر في الأسباب وفي كيفية العلاج للحد من هذه الظاهرة المزعجة المؤرقة لنا جميعاً. نحن نريد أن نبني مجتمعاً صالحاً يعمل بتعاليم القرآن وبتعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مع شديد الأسف يوجد هناك خلل في فكر بعض شبابنا وبعض شاباتنا، مو جايين يستوعبوا حقيقة الزواج وماهية الزواج وفلسفة الزواج. ولذلك سوف ننطلق من هذه الآية المباركة التي ورد فيها تعبير عجيب جداً، بحيث عبر الله سبحانه وتعالى أن المرأة لباس للرجل وأن الرجل لباس للمرأة، لنستفيد من هذا التعبير القرآني الإلهي أمور. الأمر الأول الذي نستفيده وينفعنا، يلتفتوا إلى هذه الأمور الشباب، يلتفتوا إلى هذه الأمور الشابات، فإنها أمور مهمة جداً. الأمر الأول الذي نستفيده من اللباس الملائمة، من الأمور المهمة لمن أراد اختيار لباس له، هو مقاس ذلك اللباس، حجم ذلك اللباس الذي يتلائم ويتناسب مع بدنه، فلا يأخذ لباساً واسعاً فضفاضاً يضيع فيه، ولا يأخذ لباساً ضيقاً خانقاً يؤذيه. فنستفيد من هذا الأمر أنه على كل من الرجل والمرأة أن يحسن اختيار الشريك المناسب الملائم، ملائم من جهة السن، ملائم من جهة الشكل، ملائم من جهة الفكر،
ملائم من جهة الدين والأخلاق والثقافة، والأهم هو الملائمة الدينية، لأن صاحب الدين وصاحب الخلق الرفيع يرعى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله سبحانه وتعالى في تصرفاته مع زوجته. ولذلك ورد عندنا في الخبر: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، في رواية: من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. هذا أمر مهم، الملائمة المناسبة. الثاني الذي نستفيده من اللباس الرغبة. صحيح أن من الأمور المهمة في اللباس هو الملائمة والمناسبة، قد يلائمني لباس زين وأنا لست راغب فيه. ولذلك لا بد للزوج رجلاً كان أو امرأة أن تحصل عندهما رغبة وقناعة تامة في شريك الحياة، لا أن تكون الزوجة تزوجت ذلك الرجل برغبة من أمها أو من أبيها أو من عائلتها، وكذلك الزوج برغبة من أمه من عائلته من أبيه. لا، لا بد أن تكون الرغبة من نفس الزوج، هو مقتنع بهذه المرأة، هو راغب في الزواج من هذه المرأة، وكذلك المرأة هي راغبة في الزواج من هذا الرجل. ولذلك جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أراد غيرها، أنا أريد وحدة وأبوي وأمي يريد وحدة ثانية. فقال له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: تزوج التي هويته ودع التي يهوى أبواك، أنت اللي راح تعيش معاها، أنت الذي سوف تقضي عمرك كله بجانبها، وهي كذلك سوف تقضي عمرها بكامله بجانب ذلك الزوج. فلا بد أن تكون عندها رغبة، هي تريده، هو يريدها، لا أن أبي يريدها، أمي تريدها، لا. هذا الأمر الثاني الذي نستفيده من اللباس. الثالث الذي نستفيده من اللباس الجودة. مضافاً إلى الملائمة والرغبة، فإن من يريد اختيار لباس يلتفت إلى جودة ذلك اللباس، إلى نوعية ذلك اللباس، وهكذا. وهكذا أيضاً الحال بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، فإن من الأمور الأساسية لاستقامة الزواج هو الجودة والمنبت الحسن والنشأة الصالحة. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للمرأة، تختار الرجل المؤمن الصالح الخلوق المتدين، كما قلنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الإسلام بنى أحكامه جميعها ومنها الزواج أو الطلاق على مصالح عامة، يصلح بتلك الأمور فاسد الاجتماع ويتم بها سعادة الحياة الإنسانية. ولذلك خلط الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام الفقهية الشرعية، خلطها بأخلاق فاضلة تتربى بها النفوس وتطهر بها الأرواح. لا بد لنا من فهم هذا الأمر في مثل هذه المسائل الحساسة والمعقدة جداً، ولا بد لنا من بناء صحيح لهذا الأمر المقدس. فالأسرة هي المجتمع الصغير الذي يعكس ما عليه المجتمع الكبير من وعي وثقافة والتزام ديني وأخلاقي وشرعي وفقهي واعتقادي وتعامل وسلوك خارجي وفهم للحياة وما شابه ذلك. كل هذه الأمور مرتبطة مع بعضها البعض، فأحكام الإسلام
كلها مترابطة، تعطي للإنسان إذا التزم بها هدوءاً وسكينةً، وتوصله إلى طهارة ذاته. هذه طهارة الذات هي التي تنقي السريرة، فلا يعصي الإنسان ربه بإيجاد ما يوجب فساد المجتمع أو انحطاطه. وديننا يدعو إلى الاتحاد ما أمكن إلى ذلك سبيلاً دون الافتراق، ويدعو إلى الوصل دون الفصل. عندنا آية تؤكد هذا المعنى، يقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يشبه العلقة الزوجية بالعقدة التي يعقد بها أحد الخيطين بالآخر، بحيث يصيران واحداً متصلاً بعد العقد، فكأن حبالة النكاح تصير الزوجين واحداً متصلاً، يعني هي نفسك وأنت نفسها. فلا داعي لوجود مثل هذه المشاكل التافهة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، التي تؤدي إلى الانفصال بلا موجب لذلك. صحيح في بعض الحالات يتسع الرقع على الراقع ولا يكون عندنا دواء إلا الكي والانفصال، صحيح في بعض الحالات، لكن مو جميع الحالات. أكثر الحالات ما تستاهل هذا الأمر الذي يقع خارجه، وهو الطلاق. زين، الأمر الرابع الذي نستفيده من اللباس الجمال. من دواعي اختيار اللباس أن يكون جميلاً أنيقاً مرتباً، وكذلك على كل من الزوجين التجمل للآخر ولبس أفضل الثياب والتعطر. الإنسان بطبيعته يميل إلى الجمال، يميل إلى الرتابة، يميل إلى الأناقة، يميل إلى المظهر الحسن، هذا يجذب الإنسان، فينجذب الإنسان إلى الأمور التي تظهر جمال الطرف الآخر. فإذا اهتمت المرأة بشكلها، بمظهرها، بجمالها، بأناقتها، برتابتها، فإن هذا يجذب قلب الرجل إليها. وكذلك الزوج إذا اهتم بمظهره الخارجي، بلبسه، بثيابه، بأموره، بنظافة بدنه، فإن هذا يجذب الزوجة إليه. وهذا من الأمور المجربة ومن الأمور الفعالة في إضفاء سعادة وهناء وانجذاب للزوجين نحو بعضهما الآخر، كل إلى الآخر. الأمر الخامس الستر. اللباس يكون ساتراً للعيوب، وساتراً للعورات، وساتر للبدن. ولذلك يقول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الزوج كذلك يستر على زوجته عيوبها، وهي تستر عليه عيوبه، هو يستر عليها ويصونها، وهي تستر عليه وتصونه وتحافظ عليه. وكذلك ما يجري من أمور بينهما، هذه لا بد أن تكون خاصة بهما، بينهما يحاولا قدر الإمكان حل المشاكل التي تطرأ بينهما، والخلافات التي تنشأ بينهما أن يحلوها هم بأنفسهم من دون توسيط أحد. في البداية أنا ويا زوجتي أحل المشكلة، أشوفها إذا راقت، هي تشوفه إذا راق، تتكلم إياه بهدوء مو بعصبية، هو يتكلم معها بهدوء، يناقشوا القضية اللي حصلت بينهم ويوجدوا لها حل. في البداية هم يعملوا على هذا الأمر. إذا ما استطاعوا، كبرت القضية بينهم، اتسعت، في مثل هذه الحالة يوسطون ذوي الحصافة والرأي الحكيم من أهاليهم، يلجأوا إلى الأهل، لكن اللي عنده حصافة وعنده حكمة وعنده
رأي حسن سديد يوسطوا حتى يحل هذه المشكلة. ما استطاعوا، عندنا ما شاء الله طلبة علوم دينية، عندنا مراكز اجتماعية أسرية تحل هذه القضايا التي تنشأ بين الزوج وزوجته، يقدروا يعرضوها بعد أن يتدرجوا. أول شيء هم يحلوها، ما استطاعوا أهاليهم، ما استطاعوا يرجعوا إلى بعض طلبة العلوم الدينية، يرجعوا إلى بعض المراكز العلمية المتخصصة في هذا الأمر، في شؤون الأسرة، في حل مشاكل الزوجين، يلجأوا إليها حتى يحلوا هذه المشكلة. الأمر السادس الذي نستفيده من اللباس هو الحماية والصيانة، فاللباس يحمي لابسه من الضرر الذي قد يصيبه بسبب الحر أو بسبب البرد، والإنسان أيضاً يحافظ على لباسه ويصونه من التلف، وكذلك الزوجة تصون زوجها وتحافظ عليه، لا بد أن تحافظ عليه في نفسها وفي ماله وفي بيته. ولذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن خير نسائكم الحصان على غيره، وهو أيضاً في المقابل يحافظ عليها ويهتم بها ويعتني بها جيداً، فيصون كل منهما الآخر عن الوقوع في الخطأ قبل فعل ذلك الخطأ، ويصون أحدهما الآخر بتصحيح الخطأ بعد فعله، فليس بمجرد أن يخطأ أحدهما يتركه الآخر ويهجره ويعرض عنه ولا يقبل له عذر، لا، بل يحاول إصلاح ذلك الخطأ حتى يستمر في حياتهما بسعادة، بهناء، براحة بال. والإنسان معرض للخطأ، ما في واحد منا مو معرض للخطأ، لكن مو كل خطأ ندقق فيه، كثير من الأمور نعبر عليها، نتجاوزها، لا ندير لها بال. أيضاً من مواصفات اللباس الراحة، فإن اللباس الجيد يكون مريحاً للابسه، وكذلك من محاسن الزوجة أن تكون مريحة لزوجها، وكذلك الزوج يكون مريح لزوجته، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: خير نسائكم الهينة اللينة. الأمر الأخير أذكره وهو الدفء. من مواصفات اللباس أنه يعطي الإنسان دفء، وكذلك من أهم الأمور التي توطد العلاقة بين الزوجين هو الشعور بالدفء العاطفي، فالزوجة الناجحة هي التي تعمل لأجل إشعار زوجها بالأنس بها وبالدفء معها حينما يجلسان مع بعضهما البعض، وكذلك الرجل يشعر زوجته بحنانه، بعطفه، بعذوبة كلامه وما شابه ذلك. اللهم ألف بين قلوب شبابنا وشاباتنا الذين يربط بينهما رباط مقدس، واهدهما لما فيه الخير والصلاح. اللهم زوج عزابنا، اللهم أغني فقراءنا، اللهم أصلح كل فاسد من أمور دنيانا.